السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. نلقاكم هذا الفيديو تمام الصحه والعافيه. المهم درت معكم الفيديو اللي اخر فيديو حطيت وهو دوك التخفيضات اللي في كارفور بمناسبه راس العام. دايرين واحد التخفيضات غزاله راني حاولت نشاركها معكم. وبالنسبه هذاك الفيديو ولا هذا الفيديو اللي كندير ماشي لشي حاجه، وانما انا كيعجبوني هاد الفيديوهات. بالنسبه لهاد الفيديوهات وهاد المشتريات وهاد الشيء ما كان يعني اش كنقصد بهم، يعني الناس الشعبيين، الناس الدراوش كما كنقولوا، يعني مني كتكون شي هميزه فما دابينا اننا كنستافدوا منها. اما بطبيعه الحال اللي ميسور كله الله يعطيه على قد المهم كل واحد الله يعطيه رزيق من عند الله سبحانه وتعالى. راه بطبيعه الحال ما كيهموش يكونوا تخفيضات ولا ما يكونوش تخفيضات، راه الجيب كيكون عامر. اما بالنسبه للناس اللي على قد الحال وهذا، فهاد التخفيضات وهاد الهميزات يعني كيكونوا ان الانسان يستفد منهم. مني انا وجبد مني كيكون هاد الشيء ديال التخفيضات فكنستافد منهم. المهم اول حاجه انا كما قلت لكم مشيت لكارفور، مشيت على قبل الملح اللي غنشارك معكم واللي زوينه زوينه البنات، وهي هذه راها فيها كيلو. هذه ديال فرنسا بطبيعه الحال كما شفتوا بالين فيها كيلو، انا نوريه لكم. ها هو مدير 14 درهم 280 ريال. وهذه راه كتنساو حاجه سميتها الملح، يعني ما عمركم ما هطيحوا في هذاك المشكل ديال تنوضي في الصباح تبغي تعجني ولا هذه وتلقاي الملحه تقادات. هذه راه كتضرب لكم شهور وشهور وشهور، يعني غزاله. هذه كناخذها انا كتدي ليا مده طويله. صافي خديت هذه قلت لكم 14 درهم، لقيت الكويسات ما نعاودش لكم واحد الهميزات فيهم واعرين بحال هادو مديرين على ما واقيلا 14 درهم 19 واقيلا. المهم راني بينت لكم في الفيديو اللي قبل الثمن. هادو خديتهم سامبل، هادو يعني ها بيضين ترونسبارو. هذا بالنسبه للتحليات، بالنسبه هذا المهلبيه كيجيو خطيرين. راهم ثلاثه البنات وشوفوا قداش كبار، شوفوا يعني ثلاثه ها هما شفتوا ثلاثه. خديت هذيك الماركه وخديت هذه الماركه، خديت هذه الماركه صافي. الكيسان الثانيين هما هادو، شفتوا فيهم هذا الديكور، هذا الديزاين بحال هكا. هادو هنايا وهنايا، هادو كيبقاو اللاصو كيبقاو فهمتي، كل واحد ولا شي يستعملها. ما حتى هما مديرين هنايا مديرين اللاصو ديال الخضره. المهم انا خديت منهم جوج، خديت هذاك الشكل وهذاك الشكل. ايوا خديت هاد القرعه كما شفتوا كانوا داير لها 15 درهم، داير لها 10 درهم. انا عندي بزاف القراعي هذه، خديت الباروك وصافي ها لان جاتني رخيصه. خديت وحده خديتها وخديت هاد الاحمر، انا وداديه من عشاق الاحمر. المهم خديت هادي ب 10 دراهم. هادو هنخليهم لكم هما الاخرين باش مني هنوريهم لكم هميزه ديت بصح، وغادا نوريكم الثمن ديالهم في كارفور. المهم لقيت هادو راني بينتهم لكم، هادو مديرين 59 درهم، غزالين فيهم في الكري في النوار في كانوا في البلو مارين ما بقاش، قالت لي البنت راه ما بقاش البلو مارين تهز. المهم هذا خديت هذا الاحمر، هذا خديت واحد. وهذه الهاوت اللي قلت لكم ديال لي بوت، هادو 99 درهم وما نعاودش لكم كيفاش سخانين. شوفوا كيفاش سخانين من الداخل، عرفتوا هادو في حالهم في القيصريه. انا مشيت باش ناخذ منهم مديرين 180 درهم، وكارفور مديرين ليهم التخفيض من 199 درهم رجعوهم 89 درهم كما شفتوا في الفيديو اللي قبل. خديت منهم جوج، كانوا في جميع الالوان، بقى غير هاد البلو مارين كما كتشوفوا، هاد البلو مارين وهاد المارون هذا اللي بحال هكا بحال النحاسي، والكري والنوار. اما الموطارد هو اللي ما بقاش،
والكري حتى هو ما بقاش، بقاو غير هذا الكري بقى فيه مع شي وحده يعني طاي صغيره 36. والبانطوفات البنات لقيت هذه اللي قلت لكم غزاله غزاله بزاف، اللي قلت لكم زوينه شوفوا كتلبس على شكل كيما الصباطو سخونه سخونه ديال هذا الوقت ديال هذا البرد ديال هذا السماق لي هذا غزاله. هذه راه من 80 درهم مديرين لها 40 درهم، يعني 50% ديال ريدكسيون اللي مديرين لها. صافي واحد البانطوفات ديال ولادي بالحق لبسوهم، راهي نجيب هذيك البانطوفه راه ب 55 درهم، صورتها لكم في الجوله اللي في كارفور. هذه قلت لكم 50% ريدكسيون، والاخرى البنات اللي قلت لكم لبسوها ولادي راه هما هادو اللي ب 55 درهم، هادو خديت منهم جوج صافي. ودابا هذاك الكيسان اللي عجبوني وريتهم لكم تما خديت منهم جوج، خديت هادو كما كتشوفوا، شوفوا شوفوا هذيك الحوته اللي فيهم كيفاش كتجي، كتشربوا هذاك الكويس نخوه، شفتوا شحال زوينه. كاين فيهم هاد الدوغي وكاين هذاك الفضي، انا خديت هاد الدوغي لان في الدوغي في الحقيقه كيبانوا غزالين، كتبان هذيك الحوته على مزويناتها، حوته من هنا وحوته من لهي، يا سلام. صافي خديت منهم جوج، هما هادو سته وهادو سته. صافي هادشي اللي خديت، ودابا حط رايه، ودابا حط رايه لا تهرس. ودابا غادا ندوز ليكم لهادو، هادو اللي قلت ليكم راه صورت البارتي ولاني ما حطيتهاش في الفيديو اللي قبل، دابا نحطها ليكم. دابا مني هنكمل هنحط ليكم الثمن ديالهم، هادو واحد الثمن ندير ليهم خطير، هادو من 13 درهم و90 يعني 14 درهم، ردوهم بسبعة دراهم من 280 لهذا سميتو سبعة دراهم. انا هنوريهم لكم كيفاش، انا نجبد واحد باش تشوفوا، شفتوا كيفاش كيجي، كيفاش كيجي يعني كيجي متعدد الاستعمالات، كما هما مبينين لكم هنا، كديروا الزبيب اللوز هذاك الشيء، كديروا زيت العود كوفيتير، كل واحد واشنو يقدر يدير فيهم، يعني كل واحد وهذا وفاش بغى يوظفهم واش يحط فيهم، يعني زوينين ومديرين فيهم صراحه تخفيض بزاف بزاف، عرفتوا راه ما كاينش اللي ما كيهش منهم بالكثره. انا غير عندي، انا عندي منهم، عندي منهم خديت غير جوج شفتوا، وفي الصراحه احتاجت وقلت كون عزت جوج هما اربعه، خديت غير جوج صافي جوج. وهنوريكم عاود ثاني الاخرين، هادو كانوا مديرين ليهم، هادو ما عقلتش عليهم، هادو ما عقلتش على الثمن ديالهم، المهم اني نحط لكم في الفيديو غادي تشوفوا الثمن ديالهم غزالين. هادو ديال القهوه، ديال القهوه كيبقاو غزالين، نحل داكشي من هنا. المهم هادو كيبقاو ديال القهوه كيجيو زوينين، انا نحل معاكم واحد باش تشوفوا، شفتوا. وغادي نخلي لكم في اخر الفيديو الثمن ديالهم بجوج والبلاصه ديالهم منين خدي في البارتي ديال هما هادو. صافي هادو هما المشتريات اللي خديت وتشاركتكم معاكم، ماشي شي حاجه وانما باش بالنسبه اللي كيبغي بحال هكا، لان هادو بالفعل ميزه بحال هكا ملي كتكون الحاجه ناقصه النص ديال الثمن، وهذه علاش لا ما نستافدوش منها، يعني كتبقى زوينه. وهاد البرودوي حتى هو خديتو راه كنت صورته لكم، هذا غزال دابا منين نكون كنستعملو غادا ندير لكم نهضر لكم عليه مزيان. المهم كانوا هادو من المشتريات اللي خديت، نتمنى انهم يعجبوكم، واللي عجبو شي حاجه من هادو وكان في برشيد راه في كارفور ديال برشيد مديرين واحد الريدكسيون، واحد التخفيض اللي غزال، يعني الناس الشعبيين الدراوش يستافدوا منهم مزيان. وحتى لهنا نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله وبحول الله، وما تنسونيش من الدعم والاشتراك وشي تعليق يكون زوين، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله وبحول الله.
المهم هذا هو الثمن ديال الطواجن هذوك اللي شفتو معايا، 7 دراهم في عوض 14 درهم. فيهم هادو اللي كاريين واللي حداهم شفتوهم دائريين يعني مدورين، والاخرين الديكور ديالهم زوين بحال هكا جايين كاريين. المهم راه الثمن ديالهم كما كتشوفوه باين 7 ديال الدراهم. وهادو الكيسان ديال القهوه اللي وريتكم وقلت لكم راهم نسيت الثمن ديالهم، هذا هو الثمن ديالهم. ها الشكل ديالهم كما صورت لكم قبيله مدير 13 درهم، وكاين شكل اخر نفسهم غير هو شكل بحال اوفال. ولكن انا في الحقيقه دوك سامبل جاوني زوينين، ديما حاجه سامبل كتكون حسن. هادو 14 درهم وزوينه صراحه بالنسبه للقهوه